هذه اللعبة إنه بس للأولاد، ولكن لما أنا خشيت هذا المجال حبيتها وأعطتني طاقة إيجابية كتير منيحة، فيعني عادي ممكن بنات وولاد يلعبوها، وأنا إن شاء الله رح أكمل فيها لحد ما أكبر وأمثل عالم فلسطيني إن شاء الله، ومش رح أبع يعني مش رح أفصل منها. أخذنا البحر هو تمرين إنه عشان البنات تتباعد عن بعض. ثاني حاجة يكون موضوع الكورونا، أنت شايف محيط قطاع غزة كلهيته الأعداد كثرت. أنا كمركز أولمبي للملاكمة اضطريت أنا أجي هنا على البحر كل ثلاثة في الأسبوع ثلاثة أيام أتدرب بنات هنا.